ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم. النهارده معانا شيف جميله جدا اسمها ريهام منسي. منورانا. نور يا عم. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا رند؟ انا كثير منيحه. بدي ارحب فيك اكيد شيف ريهام. شرفتينا ونورتينا. الشرف ليا اكيد. والعصفوره قالت لي انه انت من عمرك 7 سنين دخلتي المطبخ. ايوه صح. شو حقيقي. وعشر سنين كنت تعملي عزايم محشي. دي حقيقة. دي حقيقة. عن جد عم تحكي؟ اه دي حقيقة. هو انا يعني مامتي توفت كنت صغيرة شوية. الله يرحمها. كنت يعني اباط كده 7 سنين. فكنت شوية موسوسة، مش بحب اكل من ايد اي حد. أوكي. فطبيعي البديل بعد مامتك هيبقى اي حد بيعمل اكل غير صح. يعني حد بيشتغل في البيت او كده. كنتش باكل خالص. فبابايا بدا ياخد باله بقى ان انا مش باكل خالص، فبدا هو يعمل لي الاكل بنفسه. فبدات بقى من هنا احنا، انا كمان كنت بحب بابا قوي، كانت علاقتي بيه يعني ترابطيه كده، صحاب. فكنا بنعمل كل حاجه مع بعض يعني. بدانا المطبخ سوا، فكنت ببقى عايزه اريحه اساعده. عارفه انت ما حد بيحب حد ما بيحبش يتعبه، جاي من الشغل جري فعايز يعمل لك هو علشانك، فبتبقي مقدره الاحساس ده قوي. فكده بقى فبدانا من هنا. هو كان يعني طول الوقت بقى يشجعني، اعملي انت هتعرفي، انا صغيره انا مش هعرف اعمل ده. لا كان سبورتيف جدا، وكان عارفه الحد اللي مؤمن بيكي. أيوة. انت هتعرفي. تقول له ايه اللي عارفه؟ دايما ولادنا فيهم حته لا ما اعرفش. أيوة. مش هفشل صح. مش هي. فما بتلاقي حد في ظهرك دايما، ده في اي حاجه في الدنيا على فكره، عشان تنجح فيها بتبقى محتاج ان حد يقول لك انت كويس ويامن بيك. صح. او يشوف فيك اللي انت مش شايفه جوه نفسك. صح. فهي كان بابا الله يرحمه كده جدا يعني. صح. من هذا يعني الشخص يعني بدايه مؤثره جدا للفقره. وكمان لما تعرفوا هي هتعمل ايه النهارده تتاثروا اكتر. تعملي ايه النهارده؟ مكرونه بالكبده الاسكندراني. الله يا وعدي. بقى الكبده جوه الصوص الطماطم. طب قول لنا المكونات كده كلها بسرعه عشان هي تنزل دلوقتي قدامنا. أوكي. على الشاشه. احنا المكونات بتاعتنا طبعا مكرونه، كيس مكرونه 400 جرام ونص كيلو كبده متقطعه اسكندراني. هنا دي انا عامله ايه؟ ده فلفل وبصل مضروبين مع بعض يعني. بصل بصل وفلفل رومي. وطماطم متقطعه وصلصه طماطم، وبرده فلفل اخضر، قشور بقى كبده يعني توم، والتوابل البيزك خالص. فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره، وعصير ليمون. عظيم. يلا بينا على اول خطوه على طول. يلا بينا. اول حاجه هنبدا نجهز الكبده. شويه زيت كده ايه لطاف. انت كلتي من اكلي قبل كده؟ انا هاكل من اكلك بقى المره دي. طبعا. الكبده بس بنحط لها هنا كده ايه عصير ليمون، عصير ليمونتين كده كبار حلوين. بحب احط لها يعني. ريهام دقت البيتزا بتاعتي قبل كده في كورس من الكورسات. شاهدوني وانتوا عم تحكوا. لازم احكي لهم ايش حكيت وصار جاي بالي. بيتزا مقليه. انا بحياتي ما سمعت بيتزا مقليه. هي تتكلم عنها، هي اللي دقتها بقى. يعني بصي حاجه كده بيوند بيرفكت والله العظيم بجد. لا حاجه تحفه يعني خطيره، لازم تجربيها يا رن. فعلا ما ينفعش تبقي قاعده مع عمرو وما اكلتيهاش يعني. ازاي الكلام ده؟ فايتك كتير. تكسفيني ليه يا ريهام؟ ليه كده؟ انت عندك شغل بقى. خلاص والله انا بس لو كنت والله بعمل كورسات لسه. انا كنت بدي كورسات طبخ الفريش باستا وبيتزا ومطبخ ايطالي ومطبخ عالمي. هنشوف بس الاول هي بتعمل ايه دلوقتي. ده البصل والفلفل مع الزيت. مع الزيت صح. فالمهم في مره من المرات ريهام نورتني وشرفتني وكلت الانواع البيتزا كلها اللي عملتها. وانا بطلت لانه البرنامج واخد كل وقتي، لانه برنامج يومي مش قادر اعمل كده. بس لو ما كانش في برنامج كنت عزمتك ضيف الشرف في البرنامج. كل مره كنت بجيب نجوم ينوروني في الكورسات. طيب شو رايك هيك نخلي مشاهدي المحور هيك ضيوف شرف عندنا في القناه ونعمل لها اياها؟ ما هو محتوى الكورس بيبقى بس محتوى عملي، فمحتاج ان هو الناس تشارك فيه بتعمله. انا بعمل وصفات بساعدك. هي العيدي اني واحده يا عربي اللي هي هنا دي دوسه طويله صح كده؟ دوسه طويله. بس افتح البوتاجاز لان هو قفل تقريبا عشان في ميه وقعت. افتحه منين؟ من انا من الباور اللي هناك. اجيلك اهو. تمام. لا اوكي يلا بينا هنا بقى صح كده؟ لا اللي جا. ايوه وعلي بقى على الاخر. اوكي 19. اوكي ونعمل دبل. ايوه بعد كده دبل. شاطره ازاي؟ برافو عليك. 10 ده الدبل. بس دوسه طويله بس. اوكي شطوره. رجعت اشتغلت فيه. أوكي. بس اللي هناك مقفوله دي. استني هجي لك. اوكي اوكي انا عارف بوتاجازي فايه عارف اتعامل معاه. هنا دي طفت. دي طفت برضه. اوكي تقريبا في ميه وقعت. اوكي نشف. وبعد كده الدبل وبس كده. انت كده تمام عشان السيفتي. اوكي عشان ما ننفجرش. طيب نزلتي زيت وحطيتي بصل وثومه. اوكي هنحط الثوم بقى. الثوم كده برضه ايه
بصي رندا تبسط بالفقره دي، في توم كتير نازل فعلا. انا كمان بحب التوم قوي، كلنا والمطبخ بتاعنا اصلا يعني احلى حاجه التوم. طب ريهام احكي لنا، يعني انا وعمر اظن انصدمنا لما عرفنا انه في عندك ابن بالسنه الاولى بالجامعه، اسم الله. ايوه يعني بين لساتك 7 سنين مبدئيا. لا شكرا بالغ للدرجه دي. 7 سنين 7 سنين وصلت 17 17 مقبوله 25 ماشي حلو هزود. ما خلاص مش بلاش عشان ما نتخضش بقى. فاسم الله. في حد من اولادك هيك بحب الطبخ زيك؟ بصي هم يعني بيعتمدوا عليا، بس هم عندهم، عندي ابني الكبير عنده ذوق جدا، فبيعمل بقى حاجات مزاجنجيه. بالظبط كده، يعني يعمل لنفسه الايس كوفي الصبح مظبوط قوي، يعرف يعمله كده الصبح. يظبط. عنده كام سنه؟ 18 ما شاء الله، مطلع روسه فرحان قوي ف 18 لازم. ايوه يعمل كوفي حلو قوي، يعمل توست حلو قوي، يعمل اختراعات توست البيض بقى، ويقعد بقى يعمل هو كده، يعني يعمل حاجات لنفسه. بس في الاكتر بيعتمدوا على ماما برده. طبعا ماما موجوده. ماما يا رب. طيب احنا اهو بنشوح الكبده اوكي مع البصل والثوم والفلفل الاخضر، وحطينا لها كمون وفلفل اسود بس. خلاص يا دوبك. بس ايه، هو كويس ان الدنيا سخنه، فاحنا هنبدا نحط الصلصه. يلا. بس احنا هنا المكرونه دخليها بس شويه. ندخل بس هو العين شغاله دلوقتي. اوكي بس هي محتاجه تدخل شويه لجوه. لا لعندك، عليكي انت. كده عليكي يعني. دخليها عليكي تاني 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 تاني. تمام بس كده. اوكي ابتدت تغلي. فكنت هتحطي الصلصه. كده خلاص اتشوحت خالص يعني. حلو. يعني لازم الاول تتشوح خالص خالص كده، بتستوي بسرعه لان بتبقى رفيعه. بالظبط. ده تقطيع اسكندراني. نحط صلصه معاها كده الاول. الكبده ايش تقطيع اسكندراني؟ هي بتفرق يعني رفيعه. زي الجوليان كده في عالم البصل والفلفل. دي معروفه تقطيع اسكندراني، شبه الشاورما شويه. لا هي عشان الكبده الاسكندراني دي حاجه مشهوره قوي. اوكي فاكره عملتها لك مره. بس المقليه هي حلاوتها المقليه. زي كان اول مره باكل كبده. أيوه. لما كنت اكل كبده اكلت على ايد عمر حلمي. تتعمل حلو وتتاكل. انا اكلتها كل الحاجات المصريه تقريبا. كله. كله الا الحاجات، بس لسه الحاجات الايطاليه اللي انا بدرسها. في زفرته كمان طماطم كده مع كيكه، اسميك هيك على التليفون. على التليفون في زفرته. بيتزا فريتا. يعني هو ده طبيعي. طب انت بداتي ازاي البيزنس بتاعك؟ احكي لنا عن الالهام. كانت اخر خطوه. الاول انا بدات عملت البلوج، يعني عملت فود بلوج كده، وبدات اطلع. عارف انت فولو يور فاشن لما بتبدا تطلع اللي جواك بدون اي وعي، بس انت بتعمل اللي بتحبه خلاص. ده البيربز، يعني ان انت تطلع الحاجه اللي عندك او اللي انت بتحبها. بص انا حطيت كمان بعد صلصه الطماطم، عشان هيبقى كده حطينا الحاجات، حطيت طماطم متقطعه صغير، واحط كمان بقى عصير طماطم، وهبدا اسيبهم ايه يستووا. تعذبوا مع بعض. تعذبوا. لازم الطماطم الفريش عشان تاخد وقت شويه في شويه في التسويه. فكده فزي ما هرجع بقى لسؤالك. بدات اول حاجه عملت البلوج بتاعك او صفحتك على انستغرام، وبعدين عارف دايما بتبقى حاسس انت ما عملتش لسه في حاجه. في حاجه بتبدا بقى ايه، في حاجه ناقصه، عايز اظبط، عايز اعمل. اللي بيحب حاجه بيبقى دايما عايز يخليها احسن. ايوه شغوف وعايز يخليها احسن. فبدات بقى ايه، طب انا عاوز اخد كورسات، طب انا عاوز اتعلم. فاخدت الشهاده بتاعت السيتي انجلز. بالظبط كده. خلاص. وبعدين بعد ما اخدتها بدا بقى الحواليه، طب انت ليه يعني معظم الناس بتعمل عامل بيزنس، بدا يبقى عندك بيس كويس، وانت اوريدي شاطر، عندك موهبه، وبدات تثقل ده بحاجه انت متعلمها وكده. فبدات بقى البيزنس بتاعي سنه بالظبط. ما شاء الله. سنه باسمي يعني. ما شاء الله. ربنا يوفقك. وبدات ومبسوطه يعني. على فكره اجمل من اجمل المشاعر بجد ان انت في الحياه، يعني ان انت تكسبي من الحاجه اللي انت بتحبيها. طبعا بتحسي حالك انت نازله مش تلعبي، مش نازله على الشغل، صح؟ وفي تعب وفي مسؤوليه وفي شده اعصاب بس تعب حلو. في النهايه حلو. النتيجه لما بتيجي رضا اللي حبي. بالظبط كده. ما احلى. يعني عارفه برضو الموضوع ده فعلا مهم جدا، لانه زمان مثلا انا جربت شغلانات كتير حسيت ان هي مش لايقه عليا. انت تحطي حاجه كمون. ده لازم طبعا. حسيت بيك. كزبره. نظبط الملح بقى بتاعنا. من الحله شغاله مش كده يا نرنت؟ لا احنا لا هي شغاله. اوكي ومعي. تمام.
وفلفل، ده احنا يعني الصوص بتاعنا تمام. انا بحب احط الفلفل بقى الاخضر في يعني مش من بدري يتشوح، عشان عايزاه ياخد يفضل لونه موجود مع الكبده والمكرونه كده، وكمان يبقى بيقرش كده شويه بالظبط، ويبقى بيقرش ما يروحش خالص مننا في التشويح الاولاني. بس كنت بتكلم عن موضوع ان زمان لما كنت بشتغل شغلانات لسه مش لاقي نفسي قوي فيها، كنت بقعد اقول وانا ليه بعمل كده في نفسي، انا اصلا مش بحب الشغلانه دي. فدي بقى لما وصلت للشغلانه اللي بحبها عمري ما اقول كده، يعني اتعب واتضايق. كيف وانت عم تشتغل؟ طب يعني مش دايما بنبقى مكيفين احنا بنشتغل، كنت تعبانين صح بس يعني حلو الشيء بس واقعيين. بضلك بيجي بتشكون من الشغل يا ريهام، وكل شوي بينزل ستوريز عنده على الانستغرام. اكل عيش ده كمان شغل. ما احنا بنتعب جوه اللي احنا بنعمله واحنا بنحبه، يعني الواحد بيبقى فيه تعب دايما في صح، بس في النهايه بيبقى تعب حلو. اكيد انت من شويه قلت انا بطلت كورسات عشان مشغول، عشان مفيش وقت، عشان مفيش وقت. اذا هو بيحب برضه اللي هو بيعمله. شفتي بقى انا بدافع عنه. طبعا حبيبتي والله حبيبتي. زملت انت سؤال، هل عمره هيك اجاكي يوم انت لانك كيترينج مش كيترينج، اجتك اوردر مثلا كبير ومش جعبالك تطبخي وما زبطت معاكي طبخه مثلا؟ لا الحمد لله ما حصلش حاجه زي كده. ممكن حد يجي يطلب مثلا حاجات يعني حاجات معينه، لكن فبتحاولي ان انت تعمليها بس انها ما تظبطش كل الحاجه. لا الحمد لله ما حصليش، لكن ممكن جه بعض التعليقات احيانا، لان بصي ما فيش حد بيتفق على حاجه 100% استحاله بكون بقول مش حقيقي. بيجي حاجات هتبقى سلبيه بالنسبه لي. انا عايزه اهدي شويه. ايه ده انا كده ايه بعلي ولا ماشي كده كده بوطي صح؟ كده اربعه اوكي اوكي. يعني في احيانا اوكي لا مش لو عايزه تبدلي بينهم بما ان دي عاليه ودي واطيه مش كده بالظبط، ولكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع اكيد صح. مفيش حاجه الناس بيتفقوا عليها، ولو اتفقوا اعرف ان في حاجه مش مظبوطه لا يمكن. ولا وخلي بالك هي بتبقى احيانا برضو لو جالك تعليق مش لطيف قصاد تعليقات كتير كويسه، بس جه تعليق مش كويس هو يعني بيديكي كذا انديكيشن كده حاجه مفيده ليكي، حاجه تاخدي بالك في نفس الوقت. لا عادي كملي، لان مش كل النقد احيانا صحيح طبعا. هو مش غرور ولا كده، بس هو بيبقى في ناس ساعات بتاجزجريت كده، لا بتحبش مره تشوف حد ناجح وفي ناس بتبقى ايه لما تاخد يعني لما تدفع فلوس تبقى اللي هو عايزه تطلع عين اللي عاوز منه في الموضوع ده صح. يعني في كده انت عارفه ده كان بيحصل ساعات في الكورسات اللي هو خلاص احنا خلصنا الكورس، انت بتشوفي انا يعني عندي ضمير في الكورسات قوي بعد بالتسع ساعات في الكورس زياده. انا يعني هو المفروض الكورس في العادي 3-4 ساعات، بس انا بقعد بالست وسبع ساعات بس. على فكره انت اطول كورس انا قعدت فيه. دي حقيقه. كان معانا خلاص 9 خلصنا 10:30 عاده بخلص. ايوه في بقى ناس بيقعدوا بعد الكورس ساعه معايا لوحدي كده، اللي هو ده مش ضمن الموضوع. انا بحس ان هو ارجوك شفت دفعت عشان اجي اقعد معاك. ايوه بقى هي دي انت هتزعلوا ليه؟ عارف حبيبي حبيبي حبيبي. ايوه هو حبيبي ما تلحسوش كله. كنت عايز اسالك حاجه ثانيه بما انك من اسكندريه. تمام. فانتوا بقى سواحليه وسمك والحاجات اللذيذه دي كلها ممكن حتى تخليها برا، اعتقد هي بسخونيتها هتكمل خلاص او تفتح الصغنونه. اوكي بالضبط هيك هيك اضبط دي احسن. لو نحط الباستا دي. ممكن على هنا انا متحمسه اكل، انا بدي اياكي تعملي الباستا عشان متحمسه اكل. استني احنا المنور هنا عالي اعلى حاجه 19 دي اعلى واحده. دي اعلى واحده لا كده بس هتيجي 19 بس كده بس سنتريها في البتاع بالظبط. لو ما سنتريتهاش البوتاجاز مش بيشتغل هيفصل بعد شويه. اوكي خلاص هيك تمام. كيف قد ايش صعب الواحد يشتغل على فرن مش فرنه او على بوتاجاز مش بوتاجاز بتاع؟ ولكن هلا هي خلصت الطبخه اوريدي هي طبخه خلصت وفاضل بس تقريبا الباستا. اوكي طيب ايش كمان كنا بنتكلم عن السمك. كنت عايز اسالك عن السمك. اكيد اكيد الاسكندراني عموما بياكلوا سمك كتير، والسمك دايما بيبقى اعملي دي البتاع دي كده عشان على المايك معموله. اوكي بتخليها جوه. فكنت بتكلم دايما على الاسكندراني مش بياكلوا سمك بره،
فبتاكلي كم مره سمك في البيت او بتطبخي لاولادك كم مره؟ احنا بناكل سمك مره في الاسبوع مش اكتر من مره. بجد؟ واحده مرة بس في الاسبوع. بس هي اسكندريه فعلا. بصي انا مش اسكندرانيه قوي، انا عايشه بقالي زمن هناك بس انا مش اسكندرانيه. ما تقوليش كده، اسكندرانيه هيزعلوا منك. طب القاهره قوي. ايوه بس انا بقولهم على طول. عارفه كله. بص السمك، هي اسكندريه احلى مطبخ سمك من وجهه نظري، واحلى حاجه فيها السمك. وبورسعيد بس هو ما سمك يعني، ما فيش يعني، ما يجي حد جاي من اسكندريه تاكل ايه؟ هو سمك يعني. أيوه. انا هلا هون تاكلي ايه؟ سمك او كشري؟ اي شيء. عن جد هون في مطاعم سمك. تعالي نروح ناكل سمك. عظيمه سمك. والله هذيك مره مخصمتك. انا مالي، انا مخصمتك والله العظيم يا جماعه. بس انا هشهدك يا ريهام. اوكي. كل مره اقول لها تعالي نخرج ناكل تقول لي ايه؟ اكلني كشري. ابوس ايديها المره اللي فاتت والنبي تعالي نروح اكلك مطعم عيد المره، مره واحده سيبيني. كشري يعني كشري. بعزبك وبخليك بعد هون تطعميني كشري. بس على فكره بتفهم الكشري اكله جميله. بس بتنفخني، احنا عندنا تصوير بكره تاني فبنتنفخ. باجي هنا بكرشي قد كده ولو حمص بقى وبقوليات كتير. انا عندي قولون. طيب مش عايز. انا بطلبه بدون حمص. يا سلام. قال يعني فرقت فيه عدس ومكرونه جلوتين ونفخه وايام. مش مشكله. الف صحه. وهنا الف صحه. وهنا انا مبسوطه. طيب بدي اسالك سؤال. طب عن جد ايش اذكى اكله بالنسبه لك؟ ممكن نحط الباستا لو حابه. اذكى اكله في ايه بقى بالظبط؟ لا لك انت. انا اكتر اكله بحبها والله انا بحب الملوخيه والحمام والاكل ده بجد يعني. كروم حمام صبايح ملوخيه أكثر. بحب اكلنا يعني، انا بحب اكلنا جدا اكتر حاجه. انا بحب اكلكم جدا. بجد يعني. فبس انا بحب، بصي انا ما بحبش المكرونه جدا، بس احب حاجات فيها رز، المحشي، الحمام محشي كده. انا بعشق المكرونه. تعرف اكيد. لا انت الباستا بتاعتك غير، مالناش دعوه دلوقتي، خلينا نتكلم بعدين في الموضوع ده. بس لا والله، لا هي الباستا لما تتعمل صح دي حاجه صح. انا بتكلم مكرونات بتاعتنا اللي احنا بنطبخها في بيوتنا اللي بالطماطم دي وكده يعني مش احلى حاجه. انت عارفه انا بحبها قوي يعني. انا لما حد يعمل لي انا مكرونه يعني وبانيه. ايوه ايوه والله العظيم. دي مره قلت بذكرك وانت صغير كانت. ايوه كانت والمصايف. انا بصي انا بحب قوي مكرونه بانيه في المصايف بالظبط. انا من كتر ما انا بيرفكشنست وبحسوك قوي، بحب قوي لما اروح عند حد، بس حد انا ضمنه. خلينا نشدد على الكلمه دي. ضمن النظافه اهم حاجه. موسوس على الاخر زيك انت. لما قلتي موسوس لمستي معايا. فلما حد يعمل لي مكرونه بانيه دي اكله الحب بالنسبه لي يعني. لو حد بيعملهم حلو حتى لو معكوكه والمكرونه مهريه مش زي الايطال عادي. انا عازمتك عندي على الاردن انت وريهام، بعمل لكم اياها. الله مكرونه بانيه في الاردن. لا ناكل منسف بقى. يا عمرك اكلتيه؟ طبعا. طبعا حبيتي؟ طبعا جدا. انا بحب المنسف قوي بس بنام نوم. كان في مطعم هنا زمان بيعمله يعني، مطعم ما كان بيبقى حلو قوي، بس من زمان قوي واكلته من زمان قوي، ما اكلتوش تاني بصراحه يعني. لازم تقولنا. بس سبحان الله المطاعم بتعملها غير عن البيوت. البيوت كثير اذكى يعني. احنا حتى بعمان في كثير مطاعم كله بروفيشنال وزاكي ما بقول لك، بس لما تاكلي عند ناس مختصين يعني خاص عارفين بيطبخوا المنسف بمزاج مش معقول. شو والله هو في اي مكان يتهيأ لي يعني، في اي بلد او كده المطبخ البيت بيبقى الناس طبعاً. نوع اللبن بيختلف يعني، الجميد بيختلف يعني، حتى بيختلف من الكرك غير لما يكون جميد كركي او سلطي او بلقاوي يعني. كل جوزي كان في الاردن من قريبه ودايما بيروح عنده شغل. فطلبت منه، بعت له قلت له انا عايزه جميد. قال لي ايه ده؟ قلت له اسال بس هم عارفينه. ما جابوليش في الاخر. بجيب لك انا. هقول لك مكان بيجيبوا هنا فعلا. خلاص بعد التسويق. لا واحد صاحبي تاني شوف امل. اردنيه. لا بس عن جد لازم اجيبك يا ابو الشرفي. تعالي معنا، تعالي مع جوزك مره كمان. يا سلام. والله بيقعد يقول لي الاردن جميله جدا بجد وبيبقى مبسوط يعني. دي حقيقه. سمعت. ايوه انا والله نفسي. انا يعني قلت لك في عيد ميلادي كنت عايز اروح الاردن فاكر، بس انت ما كنتيش في الاردن فما جيتش. فكنت عايز اسالك عن الكيترينج بتاعك. انت بتعملي نوع اكل ايه؟ ولا انترناشونال؟ شرقي بس. مش انترناشونال خالص. شرقي. حمام، بط بالبرتقال، رقاق، برامات، محاشي كده، روستو، رومي، حاجات بقى كده. طب انا عندي فكره. ما برده الحاجات الاكل بتاعنا. انا في مره هعزم رندا عندي في البيت وقال يعني انا اللي طابخ هطلب منك. يا سلام. ايوه من عليا. حمام. جميل. رز او فريك؟ انا بموت. لا فريك. انا بحب الفريك. وانا بحب الرز اكتر بس بعمل الاثنين. ما عملت الفريك حبوه بس انا بحب الرز برضو اكتر. انا رز بس، ما فريك ما يتحطش في الحمام. انا اسف. ممنوع. سعيده صحيح. انا رز زيك كده. ومعظم الناس رز على فكره ما احبوش. احب الفريك في العموم بس مش في الحمام. طاجن بقى فريك بالكبد بالبتاع حلو قوي، باللحمه بحاجات كتير حلوه قوي. احنا الفريك بنعملها مع دجاج.
بس بجد الفريك مع الفريكة ولا فريكة هلا في شوربة فريكة زاكية كمان عمري بتعرفوها بحبها شوربة أنا الفريكة لا أنا ما شربتهاش بس اي ثينك كثير زاكية حلوة قوي بدهاش اشي بصل و عاملها لكم هنا والفريكة وال انت كده عليك ايه كذا حاجة عد بقى انت عملت خلي بالك بتعترف ايش 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 قلنا ايش اتفقنا البيتزا فريتا المقلية والفريكة شوربة الفريكة اوكي وايه تاني بس خلص في سمك بدك تعزمني على سمك اعزمك نادى على سمك عادي دي سهلة دي انا مش هطبخ فتمام طب انا عايز اسالك سؤال بما انك انت برضو عندك اكيد نفس الاحساس يعني انت لما بتطبخي في الكيترينج بتاعك بتبقى عندك بقى خلق تطبخي في البيت للولاد عادي ولا بتدخلي الاثنين في بعض بحاول بيبقى حسب المنيو بيحصل حاجات طبعا كده بس ما ينفعش امشيهم على مزاجي على طول ما هم ليهم رغباتهم برضو فلا لازم اعمل ده واعمل يعني ده انت ديمقراطيه ام الديمقراطيه انت ديمقراطيه بحاول بتعلم لا مش قوي مش دايما يعني أوكي. مع اولادي بنسبه كبيره يعني حاولت ان انا التربيه الحديثه انت معاهم يعني بصي التربيه دايما انت معاهم مش عليهم مش ضدهم فاهمهم ومحسس بيهم يعني هي كده يعني بدك تصاحب اولادك بس كده انا امي ما كانتش ديمقراطيه في البيت هتاكلوا اللي اتعمل اللي ما ياكلش عنه ما اكل انا ماما هيك صارت على الكبر بعد ما زهقت وكل واحد انا بحب مثلا ورق عنب ما بحب احط تحتيه لحمه اخوي بحب لا لحمه فخرت اخر شيء صارت تطبخ اللي بده ياكل اهلا وسهلا اللي ما بده ياكل يروح ياكل من برا قد ما زهقت يعني هي بالنهايه ساعات في فعلا لا دي انا عملتش كده في ناس بتقعد تقول اصل انا عامله بسله الولد وباميه الولد لا مش دي مش عارفه هل دي ديمقراطيه ولا ده دلع لا في امهات بتدلع قوي زياده كده مش ماما مش سيا ماما لا هو صنف واحد يا جماعه ناكله كل بنحاول ما احنا بنوصل لحل وسط اللي بياكلوه بنعمله يعني اللي كله بياكله بنعمله لا يا ماما بتشوف انه دلع انه اللي انت كده يعني وايش صار بطبخه احنا ممكن ننزل بقى الباستا على الكبده يا انا هنصفيها بس ثواني فضل الله بس على طول انزلها يلا براحتك لو انت عايزه بالكبشه الدانتي 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 هي شغاله على فكره كده كده شغاله اوكي يلا بينا خلاص يلا تمام حتى لو في هنا الكبشه اللي بتصفي الميه ممكن تاخدي من هنا على طول انا بعمل كده في الباستا الايطالي هي دي لا دي ايوه دي في الباستا الايطالي عادي بصفي كويس وراح منزل اهو هيك ميه الصوص كمان بالظبط بتخلي المكرونه تمسك في بالظبط عايز اقرب لك دي لا انا هعملها وخليك اوكي لازم عامل تكون محرقص ايوه ببقى قاعد مش عايز اساعد لا وبعدين المكرونه بتسلق وعمري قاعد فيعني احنا لازم نفولو الانستراكشنز لا والله خالص انا مش ببقى جادج لما اكون هاكل لانه ببقى عايز انبسط مش عايز ابقى اشتغل ناقد طعام دلوقتي اريح شويه انا بطلت اشتغل ناقد طعام بتعب اجين انه خلص انجويت يعني مش ضروري لا وانت قلت حاجه حلوه قوي في من شويه قلت حتى باكل المكرونه بالبانيزي حد عامل حتى لو معجنه او مش مستويه او كده هو الواحد بيحب كل حاجه يعني ساعات بيحب الاختلاف مش شرط حاجه تبقى بيرفكت بس بالزبط. المهم معموله بحب يعني صح 100% صراحه في حب وفي حاله كده فبتاكلي الحاجه وتنبسطي بس بقى لو حد جه ادعى قال لي ان دي مكرونه ايطاليه وهي كده ايطاليه هنتخانق ده كلام برضه فاهمه هو الفكره ان هو يعترف زي ان دي مكرونه وبانيه بالظبط مكرونه وبانيه عادي بيتي فعشان كده انا مش هحكم يلا بينا تعالي نقلبها كده ونقدم عشان احنا الوقت سرقنا قاعدين نتكلم ارتحنا معاكي قوي وقاعدين نسالك اسئله كتير بالبيت ونسينا الاكل تحفه شكلها يا جن انا بالنسبه لي الباستا في الشتاء ودخانها ده مع اي نوع بروتين بالنسبه لي ده العشق الممنوع الناس بتصور مثلا الستوري بيكون فنجان قهوه طالع الدخنه منه عامر ما عنده مشكله يصور طنجره طالعه من الخفاش دي حقيقه اوكي يلا بينا التقديم انا والله وريقي عمال يجري بجد المنظر رهيب مكرونه بالصلصه انا اغرق على طول عاملاها حراقه ايه لا لا الفلفل ده مش حراق ده انا بحب اوكي انا هزود انا في الشطه البودره هاي ايوه فحط منها انا احب الفلفل الفريش ما بحبش الشطه البودره شو حلو المنظر الوان كلرفل مش سوا والله يم هاي اختراعك انت يعني شويه يعني فكره ان احنا نطبخ الكبده كده جوه الثانيه نحطها دلقها بقى دلق اللي عشان الصوص واللي كده يلا بينا اوكي انت بتحبيها صوصي فيها صوص انا بحب صوص طماطم يا وعدي الطبق ده كله بتاعي بلت انا والله جد لو مروه كانت موجوده ما كانتش بلشت كانت اوريدي بدات تطبخ كانت بتاكل مروه ولا بتقول
وانا مذيعة بتحب الاكل قوي زي دي رشيقه خالص. لا مش دي. لا مش انا، انا مش رشيقه. لا بجد لا مش انا اللي قصدي عنها. دي بتحب الاكل بس مش زي مروه. انا والشيفه بقى تحفه. تسلم ايديك. هي اكله سريعه ولطيفه يعني قوي. هي اكله شتويه وخطيره. لا انا والشيفه والله شكرا عن جد. انا اللي ميرسي. انبسطنا انك انت كنتي موجوده معنا. وانا اكثر. وهيك نفسك على الاكل حلو واضح يعني صراحه. ميرسي والله. جود لك والله يخلي لك اولادك وعيلتك الحلوين. ونتمنى نشوفك كمان مره اكيد في هو هنا. انا اللي اتمنى. ميرسي ربنا يخليك. ريهام بجد شرفتينا ونورتينا وعملتي اكله شتويه خطيره. وانبسطت جدا جدا ان احنا طلعنا نعرف بعض وحضرتي الكورسات. بجد نورتيني في الكورس وفي البرنامج. ايوه مكرونه بالكبده ملهاش علاقه بالباستا بتاعتك. لا شرقي شرقي. مكرونه عادي شرقي حلوه مصريه نخشه. نورتينا. ميرسي خالص. ميرسي. النهارده كان معانا ريهام المنسي. هي عندها كيترينج بتاعها للاكلات الشرقيه. عملت لنا النهارده كمان مكرونه بالكبده شكلها خطير وبتدخن وطلع بتدخن يعني بتطلع دخان وريحتها تجنن. قوموا اعملوا دلوقتي حالا مكرونه بالكبده ونقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده من هو وهنا.